السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في الصميم، والتي تأتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نواصل في هذه الحلقة الحديثة عن عملية صناعة الرؤساء في الجزائر وتغييب إرادة الشعب. نتطرق اليوم إلى العهدة الثالثة لبوتفليقة 2009-2014. إذن وكما تابعنا في الحلقة السابقة، عدل الدستور الجزائري سنة 2008 لتفتح العهدات الرئاسية لبوتفليقة على مصراعيها ويسمح له بترشيح نفسه لفترة ثالثة، بعد أن حدد النص السابق للدستور عدد العهدات باثنين فقط. في يوم الخميس إذن من التاسع من أفريل 2009 يعلن عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للمرة الثالثة على التوالي بأغلبية ساحقة قدرت بنسبة 90.24% من أصوات المنتخبين المعبر عنها، ويواصل بوتفليقة تثبيت أركان حكمه لولا بعض المناغصات. ففي شهر جانفي من عام 2011 وعلى وقع ثورات الربيع العربي، خرج آلاف الشباب إلى شوارع العاصمة وبعض ولايات الوطن احتجاجا على الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وتراكم المشاكل الاجتماعية وانتشار الفساد، مظاهرات واجهتها السلطة بالقمع تارة وبرشوة الشباب بأموال الريع تارة أخرى، ثم باعتماد أحزاب سياسية جديدة ومؤسسات إعلامية جديدة لإغراق سوق السياسة والإعلام وتمييعها تحت شعار الإصلاحات السياسية. عام 2012 السلطة تنظم انتخابات تشريعية وتخيط نتائجها على المقاص لتكون الأغلبية في البرلمان للحزبين الجهازين التابعين لها، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. تهدأ الأمور قليلا ويمضي الفريق الرئاسي في توسيع رقعة الحكم وتدعيمها بالحلفاء الطبيعيين وغير الطبيعيين، لكن الأقدار تشاء غير ما سطرته الأهواء. ففي أفريل 2013 يتعرض بوتفليقة لجلطة دماغية، ينقل إلى مستشفى فالدغراس العسكري في فرنسا. تختلط الأوراق عند أصحاب القرار وتبدأ حلقة جديدة من حلقات الصراع حول من يحكم البلاد. إذن صناعة الرؤساء وتغييب إرادة الشعب، العهدة الثالثة لبوتفليقة. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الكاتب والصحفي الأستاذ هشام عبود، هو معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا. أرحب بك هشام عبود، على سلامتك. الله يسلمك أخي سليم، تحية خاصة لمشاهدي المغاربية، وأستسمحك بعض اللحظات لأتوجه بالشكر لآلاف الجزائريين الذين عبروا لي عن امتنانهم وكانت لهم دعوات لي بالشفاء العاجل، وتشكرات الخاصة للأسرة الإعلامية وعلى رأسها قناة المغاربية التي شرفتني بإفاد الزميل الصحفي والأخ العزيز عادل العزيزي. كذلك أتوجه بالشكر إلى كل من اتصل بي للسؤال عني ولتقديم التمنيات بالشفاء العاجل، من ضمنهم الشيخ علي بحاج والشيخ مغني وحركة رشاد على رأسها الأخ مراد دهينة، وكذلك الأخ سفيان جلالي من الجيل الجديد الذي كان يهاتف. وأكيد هم كثر، يعني من كثر، ولكن استسمحك لحظة يتوجه بشكر خاص لشخص اعتبره من خصوم السياسيين، وهو سعيد بوتفليقة الذي كان السباق في تعزيتي بمناسبة وفاة والدتي، وسباق في إرسال تمنيات بالشفاء العاجل قبل إجراء العملية والإطمئنان على صحتي بعد إجراء العملية، ولم أتلقى رسالة من هذا النوع من طرف الطبقة السياسية والأحزاب المعارضة. ممتاز، وسنتحدث. ترفع. نعم. اسمح لي. وترفع نعم. هنا سعيد بوتفليقة على الخصومة السياسية وجعل الجانب الإنساني قبل فوق كل اعتبار، والشهامة والمروءة تجبرني
تجوب أن أتقدم لأن أثمن هذا الموقف وأن أتقدم له بالاعتذار إذا كنت قد تجاوزت الخصومة السياسية. لكن بالفعل نعم أقاربه. نعم يعني بالفعل لكن الآن نعم. يعني بالضرورة سنتحدث عن ما يحكى لسعيد بوتفليقة في هذه العهدة الثالثة وخاصة بعد مرض الرئيس بوتفليقة 2013. أريد فقط أن أرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف من الجزائر القيادي في حركة الإصلاح الوطني وأيضا المرشح لرئاسيات 2009 الأستاذ جهيد يونسي، وأبدأ معه بالسؤال حول 2009 وحيرة الجزائريين في مشاركة شخصيات وطنية ورؤساء أحزاب في انتخابات رئاسية هم يعلمون مسبقا أنها محسومة لشخص معين، وهذه المرة كان بوتفليقة. ما هو التفسير الذي تعطوه للجزائريين أستاذ جهيد يونسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشكركم على هذا إتاحة هذه الفرصة عبر قناتكم الغراء. أولا موضوع المشاركة السياسية في الحقيقة بالنسبة لكل ناشط سياسي ولكل حزب سياسي هي الأصل. لكن الظروف التي ربما تعترض الحياة السياسية في الجزائر هي التي تجعل البعض ربما يعزف أو يمتنع عن المشاركة في الانتخابات، سواء كانت تلك الانتخابات رئاسية أو تشريعية أو غيرها. فالأصل إذن هي المشاركة لتبليغ الرسالة ولإسماع الصوت ولإظهار المشروع وللدفاع عن الرؤى، وإلا لما مكنك النظام من أن تخرج إلى الشعب وأن يسمع صوتك. ولذلك كل من شارك منذ أن يعني فتح المجال السياسي منذ التسعينات هو من أجل هذا. يعني جهيد أستاذ جهيد يونسي، يعني أنت تذهب للانتخابات لاغتنام الفرصة لإسماع صوتك ربما واستغلال الموارد المالية التي تعطى في تلك الفترة لحملة انتخابية ربما تزيد فيها من أنصارك، يعني وليس الغرض المنافسة حول الرئاسيات. لا، هو العمل السياسي لما يدخلوا يعني منافسين 4 ولا 5 ولا 6 مش بالضروره ما همش كلهم يعني عندهم نفس الحضور، لا شك في ذلك. نعم. لكن العمل السياسي هو عمل تراكمي وعمل يعني يبني الانسان يعني حجره بعد حجره من اجل التغيير الذي يؤمن به. بالفعل، لكن الواقع الحادثه التي اتحدث عنها انه انتخابات محسومه النتائج، يعني انه رجل سياسه يدخل الى انتخابات وهو يعلم، يعني ليس يعني في الوضع العادي في الديمقراطيات قضية التراكم. أنا أتحدث عن 2009، يتقدم جهيد يونسي وهو يعلم أن بوتفليقة هو الفائز. ما هو التفسير اللي يعطيه هنا؟ مسألة مش هكذا، يعني بطريقة هذه تولي تطرح لماذا شارك من شارك منذ أن يعني أن انفتح المجال العمل السياسي ولماذا قاطع من قاطع. لا مش هكذا. العمل السياسي ما هوش يعني بين عشية وضحاها يعني الإنسان يغيرها من الصفر إلى 100%، وإنما المسائل راهي عمل يعني دؤوب بتراكمي في يعني محاولة لإبلاغ يعني رؤانا للشعب من أجل هذا كله، من أجل يعني التحضير للحظة التغيير الكبرى التي ربما يعني يشارك فيها يعني الكثير. سأطرح نفس السؤال على ضيفي عبر الهاتف من الجزائر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وهو أيضا كان مرشح معك في 2009 السيد موسى تواتي. أرحب بك سيد موسى، وهو نفس التساؤل، يعني كل انتخابات يرجع عند المواطن الجزائري.
ما هو الإحساس عند رجل سياسة رئيس حزب وهو داخل، أو ليس الإحساس يعني، ما هي الخطة اللي في رأسه وهو يعرف أنه في 2009 مثلا أنه الانتخابات محسومة لبوتفليقة لكنه يدخل لهذه الانتخابات، ما هو الغرض يعني، ما هي الحسابات اللي في رأسه؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أظن كل مجموعة تؤسس حزب سياسي يعني تمرير برنامج، والبرنامج الناس تعتمد في الثقافات العريقة أنها تعتمد الشعب هو ينتخب على البرامج وليس على الأشخاص. إلا في الجزائر نحن ننتخب أو نوهم الناس لأننا علينا أن ننتخب الأشخاص بدل من البرامج الاقتصادية والاجتماعية. إذا القضية لا يمكن أن نطرح السؤال لماذا يترشح فلان أو فلان، علينا أن نقول لماذا لا نتبنى البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يريد أن يغير أو يريد أن يرى نظرة أخرى غير تلك النظرة التي عاشها طيلة أعوام بدون تغيير وبإعطاء كلمة. لا، لكن سؤالي يعني سؤالي حول، ونحن نتحدث عن صناعة الرؤساء في الجزائر في هذه الحقبة يعني، ورانا نتحدث الآن على العهدة الثالثة لبوتفليقة 2009-2014، بقت الأسئلة معلقة يعني، لماذا يشارك بعض الناس وشخصيات سياسية رؤساء أحزاب في انتخابات رئاسية هم يعرفون أن نتائجها محسومة لشخص معين كان في 2009 اسمه بوتفليقة؟ ولكن كيف يمكن أن نعرف بأن الشعب لا ينتقد ولا يحاول السلطة إلى نفسه ولا يستطيع أن يظهر ما يقوم به وما هو حاسم هو التزوير وليس إرادة الشعب؟ نعم. لماذا تريدون أن تقحون الشعب بأنه عاجز وغير قادر على تغيير رأيته؟ علينا أن نقول بأن هناك الميكانيزمات التي تدور بها أو تجرى بها الانتخابات هي ليست ديمقراطية وليست موضوعية منطقية وليست شفافة، فهناك التضخيم أرقام. نحن نتصور أن يكون هذا الحوار أن يكون كيف يمكن أن نخرج الجزائري ليقول كلمته ويكون صوته مسموع لدى الجميع. هل يحدث ذلك لما تشارك في الانتخابات الرئاسية يعني؟ هل تأمل أنه أو كنت تأمل في 2009 أنه الشعب سيغير وأنت تقول أنه التزوير كان مبرمج يعني؟ أظن الجزائر استعمرت قرن 32 سنة، ولكن الشعب بالمداومة وبالاستمرار في المداومة وبالسعي إلى إعادة استقلال والسلطة الجزائرية للجزائريين وصلنا بحالي. كيف يمكن أن نستقيل ونجعل من هم ولوا أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري يلعبون في الملعب وحدهم؟ علينا أن نقتحم هذا الملعب وعلينا أن نثير نزعة في الشعب الجزائري بأنه هو صاحب السلطة وهو صاحب الكلمة ويحارب ويناضل من أجل إبطال التزوير وإبطال الرشاوي وإبطال تعاطي المحبات، فهذا هو الغاية من الترشح. نعم. بحد ذاته. ابقى معي سيد موسى تواتي. هشام عبود يعني الذين يشاركون خاصة الناس الجديين يعني، لا نتحدث عن من كان يهرج خلال 20 سنة في المجال السياسي في الجزائر، نتحدث عن شخصيات لديها أحزاب وشخصيات وطنية تشارك وعندها خطة في رأسها يعني، يا إما لإيصال أصواتها وهي تعرف أنه ما تقدرش توصل صوتها إلا في مهرجانات سياسية كبيرة بهذا الشكل، أو لإحراج السلطة وإثبات التزوير يعني، لأنه أنت إذا ما شاركتش لن تثبت أنه هناك تزوير. هل هذه مبررات تكفي للاستمرار في المشاركة في انتخابات محسومة النتائج كما حصل في 2009؟ الإجابة على هذا السؤال لابد أن نطرح سؤال قبله، هو ما هو وزن هذه الأحزاب السياسية على الساحة؟ ما هو وزن هؤلاء الرجال الذين يرشحون أنفسهم للفوز بأصوات الشعب الجزائري في انتخابات رئاسية، مع العلم أن هؤلاء الرجال وهذه الأحزاب هي في حالة ثبات عميق طيلة 5 سنوات
اللهم إذا كانت هناك انتخابات بلدية بلديات أو انتخابات تشريعية تفتح الدكاكين، لأن هذه الأحزاب هي عبارة عن دكاكين، تفتح لبيع المناصب بأموال طائلة للناس يتاجرون بالسياسة، وهذا شيء معروف وليس بجديد بالنسبة لكل من هو يتبع الساحة السياسية الجزائرية. كيف لأحزاب لا علاقة لها بالشعب الجزائري وهي عديمة التواصل مع هذا الشعب، لا جريدة لها ولا وسيلة إعلامية ولا تلفزة ولا موقع إلكتروني، الموقع الإلكتروني بالمجان لا يكلف سنتيم واحد أنه حزب معين يفتح موقع إلكتروني ليتبادل الآراء مع الشعب الجزائري ويبقى التواصل معه. هذه الأحزاب يعني من منعها لفتح مواقع إلكترونية؟ من منعها لفتح جرائد ووسائل نعم. إعلامية؟ ولكن هذه الأحزاب دورها إما أنها تمارس البزنس، وأغلبية زعماء هذه الأحزاب كلمة زعيم كبيرة عليهم مع احترامي لكل هذا الناس، على كل حال إنما نتكلم عليهم كسياسيين وليس كأشخاص. هذا الناس يعني ما هو وزنهم فوق الساحة، ومن منعهم لممارسة العمل السياسي حسب المقاييس المعروف والمتفق عليه. لا نذكرك عليها. نذكرك هشام انه اولا ليس كل الاحزاب يعني بالوزن الذي تتحدث به، هناك احزاب كبيره في الجزائر اثبتت وجودها، هناك رؤساء احزاب ينشطون، لكن ما اعطيك مثل يعني ما منعها، نعطيك مثلا انه احزاب سياسيه تريد ان تنظم مظاهره تقمع برجال الامن في الجزائر، هناك منع وهناك محاصره من طرف السلطه لهذه المعارضه يعني. لا أنا لا أوافقك الرأي، دلني على اسم زعيم واحد سياسي باستثناء الشيخ علي بن حاج اللي يعني كل جمعة يرفضوه وكل ومنعوه حتى من أداء صلاة الجمعة، رئيس حزب واحد دخل السجن، رئيس حزب واحد تعرض إلى ملاحقات قضائية، رئيس حزب واحد تعرض إلى ملاحقات بوليسية، ولا واحد في لما حركة بركات ظهرت في بداية الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة لبوتفليقة، أين كانت الأحزاب السياسية؟ لما كنا نشوف زوج نساء يجوا يرفضوهم البوليسية يحطوهم في الشرطة، ولا حزب سياسي خرج بلاغ يدين هذا القمع. هذا سنتحدث عنه في الحلقة القادمة الخاصة بالعهدة الرابعة سأعود إليك هشام، سأعود إليك أنا، أريد أن أعود إلى ضيفية جهيد يونسي وموسى تواتي للحديث حول هذه النقطة، يعني قضية حقيقة المشهد السياسي في الجزائر. سيد جهيد يونسي، هل فعلا ما طرحه هشام عبود بأنه هناك أيضا تزوير للمشهد السياسي في الجزائر، وهناك أحزاب لا وزن لها في الساحة، هناك أحزاب أنشأتها السلطة، هناك أحزاب تضايق، هناك أحزاب ربما لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية مثل الرئاسيات مثلا، ونحن نتحدث عن 2009 حيث يفتح لها المجال صدفة. ما هو تعليقك أو ما هو توصيفك لوزن الأحزاب، وزن الشخصيات الوطنية في الجزائر، وحقيقة هذا المشهد السياسي؟ والله المشهد السياسي في الجزائر هو مشهد، أنا أتفق نوعا ما، قد نختلف في أمور، لكن أتفق مع الأخ هشام عبود على أنه السلطة في البلد شوهت العمل السياسي، وهذا من بداية الانفتاح السياسي، يعني أصبح من هب ودب ينشئ حزب سياسي، ولغمت كذلك العملية السياسية بأحزاب ربما لا تمتلك إلا رؤساءها وأختام الحزب. أما فيه أحزاب سياسية صاحبة مشاريع ورؤى وبرامج وهي تشتغل، وقد يعني نختلف في أحجامها، هي كبيرة وإلا صغيرة، هذه مسألة نختلف فيها، لكن تمثل كل واحد له رأي في المسألة هذه. أما أن نحاول أن نقدم ربما يعني نحاول فقط أن نختصر الحديث على
انتخاب الرئاسية تاع 2009، الانتخابات اللي دارها النظام دار في 2004، دار في 2009، دار في 2014، هذه كلها انتخابات شارك فيها من شارك وقاطع من قاطع. المسألة هذه ترجع لتقدير كل حزب. ما هي الدروس التي استخلصتها انت؟ هل تحس بانك شاركت في تمديد من عمر النظام كما يقول البعض؟ انك شاركت في هذا راي المقاطع، الانسان اللي قاطع لازم يلقى لنفسه مبررات. نعم. والذي يشارك لازم يلقى لنفسه مبررات. الذي يشارك يقول لك انا داخل في عمليه تاع تدافع سياسي لابلاغ مشروعي. إذا ما كانش هذا الفرصة لا يمكن لي أن يسمع الشعب أنها رؤيتي، ولا يعرف الرجال، ولا يعرف آرائهم ولا أفكارهم، يبقى يسمع فقط لصوت واحد ووحيد وهو صوت النظام. نعم. ورجال النظام وعصبة النظام. هذا الأمر. أما أنا أرفض أنه يبقى الحديث فقط على موعد سياسي واحد، وإنما إذا حبيت نحلوا المسألة نحلوها من بداياتها. نعم. يعني المشاركة من عدمها، لماذا شارك من شارك، ولماذا قاطع من قاطع. محاولة يعني إظهار المشاركة كأنها جرم وكأنها إعانة للظالم وكأنها يعني إمداد له وإطالة في عمره، فهذه رؤية ربما تاع الناس نختلف معهم في الرؤية، لكنها ليست هي الحقيقة. حسبنا أنها مسألة خلافية. أشكر جزيل الشكر جهيد يونسي، القيادي في حركة الإصلاح الوطني والمرشح للرئاسيات 2009. وهو نفس الانشغال ربما ونفس التساؤل أطرحه على موسى تواتي. سيد موسى، ما هي النتائج اللي خرجت بها أنت في 2009؟ ألم تحس أنك مددت في عمر المنظومة كما يقول البعض، أم أنه ما زلت ربما مع المشاركة وقد تشارك في انتخابات رئاسية قادمة حتى وإن كانت محسومة النتائج؟ ألو، أسمعك سيد موسى، تفضل. أنا فهمت مليح ولكن سوف أجيب. لا، أنا نقدر نعود لك. يعني أنت يعني كشخصية معروفة وشاركت في 2009، وشنو هي النتائج اللي خرجت بها استخلصتها أنت نفسك؟ وألم تحس أنك شاركت في ديكور لاستمرار المنظومة كما يقول البعض؟ أظن كل واحد عنده هدف في حياته، كل واحد. نعم. كي هو ينتمي إلى مجموعة من رجال ونساء ومناضلين، وبالتالي إذا تقدمنا إلى الرئاسيات ما عطاوناش الفوطة تاع التوقيعات باش جمعناهم باش دخلنا للاستحقاقات، وما عندناش حتى أسلوب الانتخابات عند طريق الوسائل الإلكترونية كما تفضل سي عبود سمحه الله، لأنه هاجم الناس كسواسية كنظام كالآخر. ما على بالوش باللي من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية تأسست أكثر، اعتمدوا أكثر من 17 حزب سياسي. ما على بالوش باللي الضغوطات والمضايقات اللي تمت على الأفنة على الجبهة الوطنية الجزائرية كيف وشن هي. ما على بالوش باللي الثورة الجزائرية ما اعتمدتش المال باش تفجرت. ما على بالوش باللي لأنه كثير من يهضر على الثورة ولكن يهضر على الزعماء الثورة وعلى الناشين. نعم. بلي أن هناك ثقافة هي التوعية وهي التحفيز، هي جعل من المواطن الجزائري أن يحس بصوته ومسؤوليته السياسية. نعم. لأنه ما نقدرش ندير ثورة، ما نقدرش لازم نحسس المواطن الجزائري. إذا شاركنا وما كانش كاين التزوير وما كانش كاين الحصص الكوطات، نقول لك كانت الأفنة هي أول قوة سياسية في التشريعيات في المحليات الأخرى. إحنا جمعنا توقيعاتنا أكثر من 100,000 استمارة، أكثر من 1700 توقيع أنت عن المنتخبين توعنا. إذن كيف يمكن يهدر لي على التواصل الاجتماعي؟ إحنا بدون تواصل اجتماعي. نعم أسمعك. بدون تواصل اجتماعي عندنا هذا.
لماذا ونحن يقول من طرف النظام بأن ترد احتمل من عندنا ودارنا مشاكل لا تحصى ولا تعد. نعم. بعض الحزب السياسي تأسس من صلب من 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 صلب الأفنة. إذا يعني أنت تخيف والمتابعات القضائية لا حدث ولا حرج. نعم. في كل المجالات. إذا لا هذا الشيء لابد كي واحد يجي يتهم واحد ولا يجي يحاول يطاول عليه. نعم. يطاول عليه بالمعقول وبالمعروف. الآن إذا إذا شبهنا الناس كلهم كيف كيف وحطيناهم في صحن واحد هذا من غير المقبول. إحنا عندنا ثقافتنا وعندنا فلسفتنا. إحنا مناضلون والمناضل هو عليه أن يداوم. نعم. لا يترك الساحة فارغة في كل المجالات. طيب وهذا هذه وجهة نظر يعني وجهة نظر يقول بها الكثير من الذين يشاركون في هذه الاستحقاقات وهي وجهة نظر محترمة على كل حال. ووجهة النظر الأخرى التي ترى بأنه لا يجب المشاركة يعني والمساهمة في ديكور معين لاستمرار المنظومة. أشكرك جزيل الشكر سيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، كنت ضيفي عبر هاتف ميناء الجزائر. سيد سامع بود، أنتقل معك إلى المرحلة الثانية من هذه العهدة. طبعا كانت المرحلة الأولى الانتخابات، شارك من شارك بكل المبررات اللي كنا نسمعها، ثم نظمت السلطة انتخابات تشريعية أيضا وكانت نتائجها كما شاءت، وكان قبلها تحركات واحتجاجات على الزيت والسكر قمعتها السلطة كما يقول المراقبون، ورشت بعض الشباب و خلقت أحزاب سياسية جديدة، مؤسسات إعلامية جديدة، وأغرقت السوق كما تقول تعليقات الصحف. لكن فجأة وقع حدث في هذه الفترة أخلط الأوراق قليلا، ونحن نتحدث عن صناعة الرؤساء، وأعيد طرح السؤال هل يستمر بوتفليقة أو لا يستمر. أتحدث عن فالدغراس. ما الذي حدث بعد فالدغراس بالضبط يعني، وشهادتك حول هذا الموضوع؟ الفالدغراس ما الذي حدث فيه؟ هو أنه لما أصيب الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية تم نقله إلى المستشفى العسكري بضواحي مريض بالفالدغراس، وللأسف هنا نسجل انهيار الدولة الجزائرية، حيث غابت الدولة الجزائرية عبر الرجال الذين يمثلونها. فلما تم نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري بالفالدغراس لم نسجل مرافقته لا من طرف الوزير الأول ولا من طرف وزير الصحة ولا من طرف وزير الخارجية ولا من طرف مدير الأمن في ذلك الوقت. يعني الدولة كلها كانت غائبة ولا مسؤول واحد مشى يرافق الرئيس، مع العلم أنه تنقل الرئيس بوتفليقة إلى نقله إلى مستشفى فالدغراس لم يكن سابقا. قبل الرئيس بوتفليقة كان تم نقل الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 98 إلى موسكو، وهنا كانت ترافقه دولة كاملة، مدير ديوان، وزير الخارجية اللي كان في ذاك الوقت عبد العزيز بوتفليقة، وحسب شهادة السيدة أنسة بومدين تقول لي أنه بعد 20 يوم تقريبا من دخول الرئيس بومدين رحمه الله إلى المستشفى، بوتفليقة مشى يطلب منه العودة إلى الجزائر، يقول لازم تدخل راهي الحالة ما راهيش مليحة، يعني وزير خارجية يطلب من الرئيس يدخل. كان يعني مدير الأمن قاسم رباح كان تنقل. الدولة كانت موجودة بكثافة إلى جانب رئيس الجمهورية. بينما لما تم نقل الرئيس بوتفليقة إلى الفالدغراس الدولة كانت غائبة ولم يتنقل ولا مسؤول واحد لمدة 40 يوم، والرئيس المسؤول واحد
لماذا هذا الغياب؟ هذا السؤال المطروح. من منع وزير الداخلية؟ من منع وزير الخارجية؟ من منع مدير الأمن الذي كان يعتبر ويلقب برب الجزائر؟ لكن الصحافة، الصحافة تسريبات الصحف آنذاك عينت الشخص الذي منع كل الناس من التواصل مع بوتفليقة. هل هي تسريبات فقط أم أنه فعلا هذا هي الحقيقة، يعني أنه القضية مرتبطة بشقيق الرئيس؟ جميل جدا، أنا جاي لهذا، يعني أنا جاي. ما هي نفوذ شقيق الرئيس وما هي قوته ليمنع مدير الأمن، ليمنع قائد أركان الجيش، ليمنع وزير أول، ليمنع وزير الخارجية من الدخول إلى المستشفى من مرافقة الرئيس؟ ما هي قوته هذا الرجل؟ موقعه مستشار للرئيس مكلف بالإعلام الآلي، يعني مش حتى مكلف بالقضايا الأمنية ومكلف لها. إذن كيف لهذا الرجل أن يمنع واحد يقول عليها رب الجزائر، واحد وزير أول، واحد وزير داخلية، ناس وزراء، يعني وزنهم أكثر من شقيق الرئيس، وزنهم أكثر من مستشار الرئيس. ما هي نفوذه؟ اللهم إذا كان أمامه أناس لا قوة لهم ولا حول لهم، وكانوا يعني زعماء غير باش يتربوا على الشعب الجزائري، واحد يقول له رب الجزائر باش يقمع الشعب الجزائري، ماشي باش يقدر يجي يوقف في وجه شقيق الرئيس، خلونا مدير امن، انا جاي نشوف رئيس، انا يلزمني نطلع على صحه الرئيس. طيب من اين له، يعني من اين له هذه القوه اذا؟ يعني يقدر مواطن جزائري يقول لك ما تطرحليش السؤال، اعطيني اجابه، يعني من اين للسعيد بوتفليقه هذه القوه؟ إجابة. القوه تكمن في ضعف من هم امامه، تكمن في ضعف مدير الاستعلامات والامن اللي كان يقول عليها رب الجزائر، وعلاش ما تحركش؟ هذا جاء شد وقال له ما تحركش. القوه تكمن في ضعف الوزير الاول عبد الملك سلال اللي ظهر انه طرطور، هذا ماهوش وزير اول خلاص. القوه تكمن في ضعف الجنرالات اللي يقول عليهم هما حاكم الجزائر، هم اصحاب القرار، هم اصحاب النفوذ. اذا قوه شقيق الرئيس تكمن في ضعف هؤلاء الرجال. هل كان على شقيق الرئيس أن يغيب هو الآخر ويخلي الرئيس هكذاك؟ يعني انظر حسوان. إذن هو ملاء فراغ تركه هؤلاء الرجال من جنرالات، من قيادات عسكرية، من وزراء، هذوما اللي تركوا الميدان، جاء هو ملاء الميدان، هذا هو الاخر. ثم جاء حديث، ثم جاء حديث هشام، حتى يعني نافونس شويه في الليل، جاء حديث عن اتصالات بشقيق الرئيس او دوائر الرئاسه التي هي مرتبطه ببوتفليقه وبشقيق الرئيس، حسب ما جاءت به الكثير من التسريبات، انه التقى مع جهات فرنسيه وانه تم الاتفاق على شيء معين، لانه في تلك الاثناء يقال تحركت المخابرات على رأس التوفيق للبحث عن رئيس، لأنه الجماعة خافوا أنه يموت بوتفليقة، فقالوا نتصلوا بعض الشخصيات ونبدأ في تهيئة الظروف لنصنع رئيس آخر كما هو العادة. هل هذا هو السيناريو الذي وصلك أنت وتعتقد أنه سيناريو صحيح؟ يعني شوف، أنا لا أعتقد أنه الجنرال توفيق باشر حقيقة واتصل برجالات وحاول أن يجمع حوله قيادات عسكرية للتفكير حول خلافة الرئيس، أنا لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لأنه الشيء اللي كنت نعرفه ذاك الوقت أنه الجنرال توفيق كان موقف المتفرج اللي قاعد يقابر يستنى الخبر وما يروحش يبحث على الخبر، هذا من جهه. فيما يخص جنرال توفيق، ما نظنش انه جاء مثلا اجتماع بالقيادات العسكريه كما دارها مرداح الله يرحمه في وقته، لما كان بومدين مريض وتم الاتصال ببومدين لتعيين منسق الاجهزه الامنيه اللي كان الشادلي بالجديد، يعني وكانوا عملوا ترتيبات. توفيق لم يقم بهذا الدور، لان توفيق بعكس ما كان يقولوا عليه الناس لم يكن صاحب مبادره، كان يخاف، كان خواف، كان دوره يعس على البوتيكه،
هذا هو دوره، ما كانش يحاول باش يخلف او يفكر في الخلافه. ما يعني اذا كيف تفسر ما يسمى بين القوسين وخرجاته كثير من الصحف الفرنسيه لا شارنومو نتاع سعيد بوتفليقه وجماعته ضد مجموعه الدي ار اس في النهايه، الم يكون رده فعل على امر ما؟ شوف هذا شارنومو اللي يتكلم عليه صحيح كان موجود يعني من طرف شقيق الرئيس، لانه اولا شقيق الرئيس مثله مثل كل الجزائريين كان يجهل حقيقه جهاز الديارات، ومثله مثل الكثير من الجزائريين كان يعتقد انه هذا جنرال توفيق غول كبير. ولما شاف انه كان فراغ بعد الساحه السياسيه طبعا عاد يفكر باش هو يملا الفراغ. انت كنت قلت لي عن اتصالات مع المخابرات الفرنسيه ومع جلابار، وكانك توحي، وانت على كل حال احنا كلنا نفكروا في هذا الشيء، او الكثير منا تفكر انه سعيد بوتفليقه خزى ضمانات من المخابرات الفرنسيه ومن الدوله الفرنسيه لمواصله عهدة شقيقه. أنا أولا لا أؤمن باليد الخارجية، لأنه من يؤمن باليد الخارجية هو كل من يتمنى أن تحركه أيادي خارجية من جهة. ثانيا الأيادي الخارجية واضحة، فرنسا ما هيش مستعدة تجيب طياراتها ودباباتها باش تدافع على بوتفليقة ولا على السعيد بوتفليقة ولا على ناصر بوتفليقة وغيره. فرنسا ما يهمها عندها مصالح خاصة بها، هذه المصالح إن تمت مع بوتفليقة وغير بوتفليقة هي تسعى إلى أنها تحافظ عليها. من يقول أنه مثلا سعيد بوتفليقة لما التقى بجلابار، وهذه أخبار شبه مؤكدة، يعني شخصين ناس قالوا بلي التقى بجلابار لمدة ساعات، تصور أنه جلابار لما يجي المستشفى الفالديغراس ما يوجد حتى مسؤول جزائري، يوجد إلا شقيق الرئيس. هل شقيق الرئيس ينسحب ويخليه قال ما كاين حتى واحد؟ طبعا يلزم يلتقي به ويحكي معه ويستفسر من خلاله، ومن خلاله يعرف قوة وضعف جهاز الديارات، لأنه ما يعرفهاش لما كان هو في الرئاسة. طبعا يستخبر كذا، وجلابان ما نظنش يقول له فازي فونس راني موراك، هذه ما نظنش، ولأنه حتى الدولة الفرنسية ماهيش مستعدة باش تضحي ولو برجل واحد من اجل بوتفليقه او من اجل نظام بوتفليقه. لكن بعد ذلك هشام، بعد ذلك لما رجع بوتفليقه بعد ما راح عمل نقاها في ليزون فاليد، حدثت اشياء هيئت للعهد الرابع لبوتفليقه، وحسمت امور اولا في اتجاه دي ار اس، في اتجاه تحالف مع قياده الاركان، وفي اتجاه رسم المشهد السياسي للاستمرار مع بوتفليقة لعهدة رابعة. ونحن نتحدث في حلقات حول منطق صناعة الرؤساء ومن يصنع الرؤساء في الجزائر، ونحن في هذه الحقبة يعني بين 2009 و2014، ما الذي حدث وما الذي ساهم إذا لم تكن هناك واشنطن باريس داخليا، كيف تم الاتفاق والتوافق على هذا المشهد أنه يتم الإطاحة بجلال توفيق، إضعاف الدي ار اس، وتحالف مع القايد صالح والأحزاب الأفلان والأرندي والأحزاب الأخرى الموالية، وخلق مشهد العهدة الرابعة 2014؟ شوف اللي أحصل هو أنه هذا من رأيي وليس معلومات، أنه سعيد بوتفليقة لما لاحظ ضعف هؤلاء الجنرالات وضعف الطبقة السياسية والرجال الموجودين على الساحة، طبعا يستغل الظرف لاستمرار حكم أخيه ولو يكون بالوكالة لصالحه. من يتكبر على الحكم على السلطة؟ شكون يرفض السلطة؟ ولا واحد. لما يشوف ولا واحد زادنا لهذه السلطة طبعا ياخذها هو ليه ويمشي. وحتى العهدة الرابعة إلى غاية شهر ديسمبر لم يكن يفكر سعيد بوتفليقة حسب معلومات اللي وصلتني أنه يرشح شقيقه لعهدة رابعة. كل ما أنا شيء سمعته أنه كلف الجنرال أحمد خرفي اللي كان ذاك الوقت
تم إقالته وتحويله على التقاعد منذ سنة 2012، كلفوا باش يتصل بالجنرال توفيق ويتفقوا على أن يعين سلال كخليفة للرئيس بوتفليقة، وانه اشقاء بوتفليقه ياخذوا خوهم للخارج يمشيوا يعالجوه وما ولا واحد يجي يقلقهم. وحسب المعلومات اللي وصلتني انه جنرال توفيق وافق على هذا، ولكن بعد فتره لما بلغ سعيد بوتفليقه انه علي بن فليس راح يترشح للرئاسيات، وانه جماعه علي بن فليس وهذا شيء اكيد بقاو يروجوا انه التوفيق راهو معاهم وحتى يعطيوا نوع من الاطمئنان للناس باش تمشي معاهم، ويروجوا ان المؤسسه العسكريه كانت معاهم كما كانت مع بن فليس في 2004. هنا تغير الامر، وحسب المعلومات اللي وصلتني انه بمبادره من طرف جنرال احمد خرفي تم لقاء ما بين جنرال توفيق وسعيد بوتفليقه بمقر وزاره الدفاع الوطني حيث كان يوجد مقر الدارات. هذه كلها يعني معلومات وصلتني، ما نقولكش 100% صحيحه، ولكن هذا ما بلغني من جهات يعني اقول انها يعني موثوق بها، يعني ناثق في هذه الجهات هذه. وخلال هذا اللقاء سعيد بوتفليقه اكتشف حقيقه جنرال توفيق وعرف نقاط ضعفه، لانه قوه الجنرال توفيق تكمن في صمته وفي عدم بروزه وفي عدم ظهوره. فتعرف عليه، عرف حقيقته، ومن ذلك الوقت وهنا تاكد انه الجنرال توفيق انسان ماهوش تاع مواجهات، حيث لم يرد ولو بضربه واحده لما شرع سعيد بوتفليقه في تقليم اظافر الجنرال توفيق. دان حال مديريه امن الجيش، وهي يعني مديريه هامه، اول حاجه نحاله مديريه جهاز مصلحة القضاء العسكري اللي كان تابعة للديارات، نحاله مصلحة الإعلام، ومن بعد بدا يفرض عليه ينحى مدير الأمن الداخلي اللي كان ذاك الوقت بشير طرطاج، وتم تعويضه بجنرال بن داود اللي ما كان يعرف ولا شيء في الأمن الداخلي. آخر محور حول هذا المشهد الذي نتحدث عنه، كل المعلومات اللي تحكيها كانت معلومات اخرى ماهيش متناقضه يعني مع المعلومات اللي تحكي فيها انت سيد هشام عبود، انه كان هناك شيء عند من نسميهم علبه اتخاذ القرار، لكن يحدث هذا في غياب الشعب وفي غياب ممثلين الشعب، في غياب الاحزاب السياسيه، كل هذا الصراع والترتيبات اللي تمت واللي شاهدناها واللي مضت حتى العهده الرابعه تمت بدون تأثير الشعب، بدون تأثير الأحزاب السياسية، بدون يعني تأثير النخبة. كيف يمكن في دقيقة يعني يمكن أن يحدث كل ذلك؟ يعني شخص اسمه سعيد ولا اسمه عمار ولا اسمه مع قايد صالح ومع توفيق، يعني عبارة عن أشخاص يعني يتفقون أو يختلفون يتصارعون ويخرجون مشهد العهد الرابع 2014 في غياب أي تأثير لمن ذكرتهم أنا من قبل. هذا هو الواقع المر يعني يتعيش فيه الجزائر، من الأحزاب السياسية في تلك الفترة كاملة ما وقت موقف المتفرج، ما شفناش ولا حزب سياسي واحد أصدر بلاغ، على الأقل بلاغ بالكلمة. دارك سمع مخبير تواتي يقول لك ما احناش محتاجين للتواصل الاجتماعي، كيفاش تتواصل مع الشعب؟ ما عندك لا وسيله اعلاميه ولا تخرج بلاغ ولا تعمل حتى شيء. وفي هذيك الفتره اللي كان فيها مخاض كبير، الاحزاب السياسيه كانت الوقفه المتفرج كانت غائبه. اذا هذا تكلمت على علبة السوداء، انا في رايي العلبة السوداء انتهت مع بدايه العهده الثانيه لبوتفليقه، لأن العلبة السوداء كانت صح موجودة لما كان نزار والعماري والتواتي وتوفيق وإسماعيل العماري، كانوا 11 جنرال، كانوا هما صح يجتمعوا ويقروا شفنا كيفاش يجيب لك بوضياف
المغرب الراجل كان على بال والو، يجيب لك زروال الراجل كان في تقاعد يجيب مدير وزير دفاع بعد يحاول يردوا رئيس دوله كما رئيس جمهوريه، وكان الارشيتاك تاعه من المهندس الكبير العربي بالخير بالخير رحمه الله. العلبه السوداء لما حاولت باش تجي تواجه بوتفليقه في 2004 وجابوا له علي بن فليس، بوتفليقه عرف كيفاش يقسمها، جزء مشى معاه وجزء مشى مع علي بن فليس، ولا زاد بعد فتره اجبر العماري على الاستقاله، بعث العمي بالخير للمغرب، يعني تربقهم كامل خلى غير التوفيق اللي بقى يعني الحارس الامين للدكانه. هذا اذا المشكل اللي راهو مطروح على الطبقه السياسيه. اين هي الطبقه السياسيه؟ اين هي احزاب المعارضه؟ ما هو الدور؟ عندهم يسناو العسكر، كلهم يستناو الكاسكيطه باش يجي عينه، وكفانا من رؤساء يلعبوا دور الطراطير، دي بريزيدون ماريونات، ماذا بينا يجي الجزائر الرئيس اللي يشمر على ذراعه ويغامر من اجل السلطه وياخذ كل ما يلزم من مغامره ومن ريس باش يوصل للسلطه، السلطه وهذا مدان ماهيش سلطه. وهذا ما لم يحدث، لأنه تم السيناريو كما أرادته بين قوسين العلبة السوداء الجديدة، يعني غير العلبة العسكر، وتمت يعني تم المشهد كما عرفناه لل 2014، وتم تقديم رئيس مريض مغيب لا يتحدث للشعب، غير قادر على ممارسة مهامه الدستورية كما كانت تقول المعارضة، ومع ذلك فاز في الانتخابات أو أعلنت الانتخابات لصالحه، واستمر بوتفليقة لحدة رابعة. هذا ما سنبحثه سيد هشام عبود في الحلقة القادمة عندما نتحدث عن منطق صناعة الرؤساء، وكيف يستمر هذا المنطق عهدة بعد عهدة مع بوتفليقة لأربع عهدات، كيف وصل بوتفليقة لكي تكون له عهدة رابعة في 2014، ونتحدث عن هذه الفترة 2014 حتى 2016، وما يحضر للانتخابات التشريعية القادمة، ثم ما يحضر والسيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية 2019. أشكركم جزيل الشكر، أشكرك سيد هشام عبود الكاتب الصحفي الجزائري، كنت معي عبر خدمة سكايب من فرنسا. أشكر مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ألقاكم إذن في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.